يعتبر قصر البديع هو إحدى أهم معجزات السلطان السعدي أحمد منصور الدهلي. شيد هذه المعلمة لتخليد ذكرى انتصاره في معركة واد المخازن. تهدم قصر البديع في القرن 17 وحملت ونقلت مجموعة كبيرة مواد بنائه إلى مدينة مكناس لتزيين قصور المولى إسماعيل. يعتبر قصر البديع هو إحدى أهم معجزات السلطان السعدي أحمد منصور الدهلي الذي شرع في تشييده مباشرة بعد انتصاره في معركة واد المخازين 6 أشهر بعد هذا الحدث التاريخي. والبداية في تشييده كان سنة 1578. ونجد أنه لتشييد هذا المبنى التاريخي اختار الجهة الشمالية الشرقية محاذية لسكناها الخاصة بالقصبة الموحدية وعلى أنقاض حديقة موحدية، وكذلك يختار من الأسماء البديع تيمنا بأحد أسماء الله الحسنى، والتسمية نفسها نجدها تحملها إحدى أجنحة قصور قرطبة، وتسمية كذلك لبستان استحدثه بنو حماد بجاية. شيد هذه المعلمة لتخليد ذكرى انتصاره في معركة واد المخازن. ونجد أن هذا المشروع كان مشروعا ضخما، مدة تشييده استغرقت تقريبا 16 سنة، أي من 1578 إلى 1594، بل إن بعض الأعمال التكميلية نجد أن أحمد المنصور الذهبي طلب من المعلمين والصناعية بإتمامها، كما تدل على ذلك بعض الرسائل التي بعثها من فاس والتي يأمر فيها بتثبيت بعض السواري هنا بقصر البديع، بالإضافة إلى وثائق أوروبية ورد فيها أن أحمد المنصور الذهبي كان يطلب اقتناء مواد البناء من الهند. وقصر البديع هو معلمة تاريخية وصرح تاريخي شيده أساسا لاستقبال وفود دبلوماسية الواردة على حضرة المراكشية، وكذلك لتنظيم حفلات رسمية على شرف أعيان الدولة وعلى شرف السفراء الوافدين على مدينة مراكش. قصر البديع بالطبع هو استمرارية لما شاهده العمران مدينة مراكش، إلا ما يميز هذا القصر حسب ما ورد عند الفشتاري الذي كان وزيرا لأحمد للدولة السعدية وكذلك كاتبا لأحمد منصور الدهبي في كتابه مناهل الصفا، أن قصر البديع كان يضاهي الأهرام في عظمته وفي قوته وجماليته. تهدم قصر البديع في القرن 17
وحملت ونقلت مجموعة كبيرة مواد بنائه إلى مدينة مكناس لتزيين قصور المولى إسماعيل، إلا أنه بفضل الأبحاث الأثرية التي قامت بها مفتشة الآثار سنة 1953 والتي أبانت عن بنيات أثرية مهمة، تمكننا من وضع تصميم شامل وكامل لهذه المعلمة التاريخية والتي تعكس الطابع المغربي الأندلسي وتوحي بنموذجها الشهير قصر حمراء بغرناطة، إضافة إلى لقاء أثرية غنية ومتنوعة. والوقوف على حيثيات هذه البناية يمكن الرجوع كما ذكرت إلى كتاب مناهل الصفا عبد العزيز الفشتالي، والذي من خلالها يمكن أن نستقي جميع الحيثيات المتعلقة بهندسة هذه البناية التاريخية والتي تعتمد أساسا على التماثل كما هو الحال في قصور غرناطة. البناية تمتد على ما يقارب 2.5 هكتار، مكونة أساسا كما ترون من ساحة مستطيلة شاسعة الأرجاء، تنتصب حولها 20 قبة تحمل تسميات مختلفة كالقبة الخمسينية، القبة الخضراء، القبة البيضاء وغيرها من التسميات، بالإضافة إلى صهاريج كما ترون رئيسي وصهاريج ركنية، إلى جانب مجموعة من السراديب تحت أرضية وكذلك حدائق التي ترون أن مستواها منخفض عن المستوى الحالي للأرضية، إلى جانب أن الولوج إلى قصر البديع يتم عبر مجموعة من المنافذ، لكن يبقى باب الرخام المتواجد في الجهة الجنوبية الغربية هو المدخل الرئيسي لهذا القصر. كما ذكرت أنه خلال الخمسينيات القرن الماضي عرف قصر البديع مجموعة من الأبحاث الأثرية، ومن منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا بالطبع هناك مجموعة من عمليات ديال الترميم والصيانة المتتالية، لكنها عرفت كثافة ملموسة وملحوظة منذ 2010 إلى يومنا هذا، عبارة عن صفقات مهمة رصدت لها الوزارة الوصية وزارة الثقافة والاتصال مبالغ مهمة لتهدف من خلالها إلى إعادة تتمين هذا الصرح التاريخي وإعادة الاعتبار إليه. هذه العملية ديال الترميم التي استهدفت أساسا صيانة هذه المعلمة، ولإعادة تأهيلها قمنا بتنظيم مجموعة من المعارض الفنية والتراثية التي تحمل صبغات متنوعة، والتي نجد أن الزائر استحسن هذا المجهود. كما نعلم جميعاً أن أحمد منصور الذهبي كان متأثراً كثيراً بالأتراك، لأنه هو أول من أقام الاحتفال بعيد المولد النبوي، وأن الطراق الأولى ديالو كانت هنا من هنا من قصر البديع، بحيث كان يسهر بنفسه بشعل الشموع وبتنظيم هذا اليوم الروحاني. ومن قصر البديع انطلقت إلى فاس وسلا، واللي حتى يومنا هذا لازال يحتفل به في موسم الشموع. الحق أصدقك القول إذا قلت لك بأن قصر البديع يحتضن أكبر عدد من الأنشطة الثقافية والفنية سنويا مقارنة بالمباني التاريخية الأخرى، عبارة عن مهرجانات كمهرجان مثلا الفنون الشعبية، مهرجان الضحك، بالإضافة إلى أن السنوات الأولى للمهرجان الدولي للسينما كانت تنظم هنا في قصر البديع، بعد ذلك تم نقله إلى قصر المؤتمرات، هذا إلى جانب تنظيم مجموعة من
الأنشطة ذات صبغة ثقافية كما قلت والفنية. الأثر الموريسكي يطبع جهات مختلفة من المغرب، وبالطبع بينها قصر البديع، وهذا واضح على مثلا الكتابات ليزانسكريبسيون اللي تلقاوها أنها غرافي على 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 الستوك على الجبس على الجبس على كذلك زليج على المعمار كما قلت أنه التماثل يتواجد في جميع أرجاء القصر، نجده بأنه حاضر بقوة و ملموس. قصر البديع رمز للفخامة والضخامة السعدية، وعندما نقول أحمد منصور الذهبي فنحن بالطبع نتحدث عن شخصية لها كان له وزن سواء على صعيد المغرب أو على صعيد الخارجي، وهو بإنشاء لهذا القصر كما قلت كان يريد أن يخلد ذكرى ذلك الانتصار التاريخي. قصر البديع يعكس جزءا مهما من هوية المغاربة بخصوص في الفترة السعدية التي كما نعلم هي فترة ذهبية عرف فيها المغرب ازدهارا كبيرا.